رأس العام الأمازيغي هاد السنة عندها نكهة خاصة، وكتعرفوا بأنه سيدنا الله ينصو تكرم على المغاربة، وبأنه هاد القرار اللي جا في الدستور ديال يعني دستارة الأمازيغية، واليوم عيد وطني ولا عيد وطني يعني مؤدعا، هذا شيء جد إيجابي. وحنا من أكادير يعني بغينا باش نحتفلوا مع الناس يعني المواطنين هنا في أكادير، وهذا تراث كبير اللي كيحملوه واحد العدد ديال الأمازيغ، ولكن هو عيد لجميع المغاربة، وحنا جد مسرورين باش نحتفلوا فيه هنا اليوم إن شاء الله.